اتكلمت قبل كده عن التدخين وايه افضل دواء يخليك ان انت تسيب التدخين، وقلت برضو قبل ما تاخد الدواء ده لازم تبقى مقتنع بحاجتين مهمين جدا. اول حاجة انك فعلا عاوز تسيب التدخين، تاني حاجة ايه هي اضرار التدخين غير طبعا انك بتضيع فلوسك. يلا بينا اعرفك اضرار التدخين اللي لو حضرتك مطنشها لازم ان انا افكرك بيها. اول حاجة ان هي اضرار التدخين على الجهاز العصبي، بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك مشكلة في التركيز، بتعمل لك عصبية، بتعمل لك صداع، بتزود لك الشهية، بتعمل لك دوخة، بتعمل لك قلق واكتئاب واضطرابات في النوم. تاني حاجة اضرار التدخين على الجهاز التنفسي، بتعمل انتفاخات في الرئتين، بتعمل التهاب في الشعب الهوائية، كمان بيوصل لسرطان للرئة. ثالث حاجة أضرار على القلب، فبتعمل تلف في الأوعية الدموية وكمان بتزود فرصة الإصابة بالجلطات. رابع حاجة أضرار على الجهاز الهضمي، فبتعمل سرطان في الفم والعياذ بالله، سرطان في الحلق، سرطان في الحنجرة، سرطان في المريء، وسرطان في البنكرياس. خامس حاجة أضرار على الجهاز التناسلي، بالنسبة للرجالة بتقلل مستوى هرمون الذكورة وبيعمل ضعف جنسي، أما بالنسبة للسيدات فبتقلل هرمون الأنثوي وبيعمل برود جنسي. سادس حاجة إن هو بيأثر على الشعر والأظافر والجلد، ممكن يعمل إيه؟ سرطان للجلد وبيزود الالتهابات الفطرية وبيزود تساقط الشعر. كل ده بيحصل لك أنت بس كمدخن؟ لا بالعكس، ده بيحصل كمان لأهل بيتك بالتدخين السلبي، يعني حضرتك بتضر نفسك وبتضر أهل بيتك. يا ريت نفكر شوية قبل ما ندخن أو نرجع للتدخين، واترك التدخين من فضلك. شكرا ليكم وسلام عليكم.